السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرة أخرى مع دروس بسيطة وسهلة وسريعة وشروحات مفيدة. هذا الشرح يخص تلوين الصور، تعديلها، تحريكها وغيرها. وهذا الموقع المشهور الآن حاليا الكثير يتكلمون عنه هو لتحريك الصور، وكما شاهد من في هذا المثال نستخدم هذا الموقع اسمه MyHeritage. وفكرة الموقع أنه خاص ب إنشاء عائلات أو أصول وغيرها وألقاب في الموقع. يمكنك استخدامه ببساطة. هنا أقوم بالخروج من حسابي لنعمل عليه من جديد. هذه الصفحة الأولى للموقع MyHeritage، وفيه كذلك تطبيق سنصل إلى شرحه. يمكنك هنا التسجيل بالاسم واللقب الصحيح إن كنت تريد إنشاء لشجرة عائلة والبحث عن الأصول وغيرها، أو التسجيل مباشرة عن طريق فيسبوك. من هنا ابدأ، بسيط جدا. تصل إلى هنا، ماذا تفعل الآن؟ إذا كنت تريد تحريك الصورة أو تريد تلوينها، فهنا شجرة العائلة، لديك صور تلوين وتحسين وتحريك. ما سنقوم بفعله الآن هو تلوين الصورة ثم تحسينها ثم تحريكها. أولا نبدأ بتلوين الصورة، وسأختار هذه الصورة، صورة الأمير عبد القادر، هذه هي. يتم الآن تحميل الصورة. كما شاهد يتم الآن تلوين الصورة مباشرة. عند وضعها يعطيك الصورة وتلوين جيد جدا، تلوين خفيف جيد. هكذا تختار بهذه الطريقة، ثم هنا تقوم بتنزيل الصورة، تختار صورة ملونة. تم الآن تلوين الصورة. نقوم بجلب الصورة إلى هنا ونشاهد شكلها. هذا هو شكلها ملونة. الآن أقوم بتحسين نفس الصورة. يمكنك تحسينها من هنا، ولكن هذه الخاصية تتوقف وخطأ فيها أخطاء، فتعيد مرة أخرى من هنا. فما عليك إلا الإعادة من هنا، شجرة العائلة، ثم تحسين الصورة وتحميل الصورة تلك التي قمت بتلوينها، اختيار مرة أخرى هكذا. الآن يتم تحسين تلك الصورة الملونة. سنشاهد النتيجة. كم شاهد الآن، أقرب الوجه، فهذه الصورة السابقة والصورة المحسنة، والفرق واضح جدا كما شاهدت. أخذ الصورة ككل، ثم هنا أختار قم بتنزيل الصورة، تنزيل الصورة إلى صورة محسنة هكذا. إذن الصورة الملونة المحسنة الآن هذه هي الثالثة. شوف أنه فرق واضح جدا مع الصورة الأصلية والغير ملونة في الأول. نشاهد أن الفرق واضح جدا، وهنا صافية جدا وتلوين بسيط. الآن ماذا أفعل؟ سأقوم بتحريك هذا وجه الصورة. تحريك الصورة، تختار هنا تحميل، ثم تلك الصورة الملونة المحسنة والتي هي هذه. سنشاهد النتيجة الآن. كما شاهد يتم الآن تلوين أو تحريك الصورة، لأن وجه الأمير عبد القادر في هذه الصورة مائل إلى اليمين، فعند تحريكها يظهر أنفه مائل كذلك، ولكن تبقى أن التحريك يعطي روح للصورة وتصبح كأنها حقيقية، كأنها فيديو حقيقي. بنفس الطريقة يمكنك تنفيذ ذلك في تطبيق الموقع على أب ستور، وكم شاهد هنا في الموبايل. هذا هو التطبيق الخاص بذلك الموقع وتلك الخدمة MyHeritage. هذا هو، تقوم بفتحه.
واجهة بسيطة جدا. هنا يجب عليك فتح التطبيق كذلك بنفس الحساب على الفيسبوك والذي استخدمته في الحاسوب، هنا بالدخول هنا فوتو، فتجد الصور السابقة التي استخدمتها وقمت بتلوينها وغيرها، فيمكنني إعادة ذلك عبر هذا التطبيق. كذلك بنفس الطريقة تجد في الأعلى هنا تحسين تلوين وتحريك الصورة، بسيطة جدا، وحفظ الصور وغيرها. الموقع حاليا مجاني، يمكنك استخدامه وتجربته، تجد رابط الوصول إليه في الديسكريبشن. كان هذا شرح اليوم، شكرا للمتابعة، لا تنسوا الاشتراك في القناة. إلى الشرح القادم، سلام.